نعم. باب التيمم. نعم، بدأ المصنف في البدل عن الوضوء وهو التيمم، وهو بدل عن الوضوء والغسل معا، وهو النوع الثاني من الطهارة، لأنه ذكر في أول هذا الكتاب أن الطهارة نوعان، أحدهما بالماء الثاني بالتراب وهو التيمم، وهو بدل عن الماء. إذا نعم، قول المصنف وهو بدل عن الماء يدلنا مسائل. المسألة الأولى أن البدل أضعف من المبدل، وبناء على ذلك فإنه لا يصار إليه إلا إذا عدم المبدل، وإذا وجد المبدل والأصل وهو الماء فإنه لا يصح التيمم بل يبطل التيمم. الأمر الثاني أن التيمم أضعف من المبدل فيما يبيح، وسيأتي في أشياء أن التيمم لا يجزئ عن الوضوء فيها. وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. نعم، يقول الشيخ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة لجميع الأعضاء، إما لعدم وجود الماء وهو التعذر الحقيقي الفقد الحقيقي، وإما الفقد الحكمي بأن يكون موجودا لكنه لا يؤخذ إلا بمنه، أو يكون أغلى من سعر مثله مما يتغابن فيه الناس عادة وإن كان قادرا على المال فلا يلزمه شراؤه، ونحو ذلك من الفقد الحكمي، أو كان ضارا له في صحته بأن يكون استخدامه لهذا الماء يزيد مرضه أو يؤخر برأة أو يشق عليه مشقة شديدة كالبرد الشديد، أو يكون سببا في مرضه ابتداء كحال البرد الشديد إذا اغتسل بالماء فإنه يمرض إذا علم من نفسه ذلك، فحينئذ هذا يسمى الفقد الحكمي، فحينئذ يجوز له أن يتيمم. قال أو بعضها، أي بعض الأعضاء، من لم يستطع غسل بعض أعضائه فإنه يغسل ما قدر على غسله، وما لم يقدر على غسله فإنه يتيمم له. بمعنى رجل يده لا يستطيع غسلها وليست عليها جبيرة ليمسح عليها، فنقول اغسل وجهك، فإذا جاء موضع يدك تيمم، ثم انتقل للأعضاء الأخرى التي بعدها، فحينئذ تجمع، وهذا من المواضع الأربعة التي ذكر العلماء نحوها، يجمع فيها بين البدل والمبدل، لأن البدل هنا عن البعض وهو اليد لا عن الكل، وإلا الأصل في القاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل. هنا فائدة في قضية من كان على أحد أعضائه جرح، نقول إن من كان على أحد أعضائه جرح فله أحوال، أخذنا بعضها. الحالة الأولى أن يكون عليها جبيرة، فنقول يمسح الجبيرة، فإن غسل الجبيرة أجزأ. الحالة الثانية أن لا يكون عليها جبيرة ولكنه ولا يستطيع غسلها ولا مسحها معا، فحينئذ يغسل أعضاءه إلا هذا العضو فيتيمم له. الحالة الثالثة، انظر لهذه الحالة الثالثة، أن يكون اليد ليست عليها جبيرة مكشوفة ولكن عليها حروق مثلا وجعل عليها مراهم، لا يستطيع غسلها لكن يستطيع مسحها. الأولى يستطيع مسح البدل وهو الجبيرة، الثانية ليس عليها جبيرة ولا يستطيع الغسل ولا المسح، الثالثة يستطيع المسح وليست عليها جبيرة لكن لا يستطيع الغسل، عليها حروق وفيها دهن كريمات، لو غسلها تضرر الحرق لكن يستطيع أن يبلل يده ويمسح، ماذا يفعل؟ المشهور عند علمائنا أنه لا يمسح وإنما يتيمم كما لو كانت لا يستطيع غسلها ولا مسحها. واختار الشيخ تقي الدين وهو الذي يرجحه المصنف أن المسح مجزئ، وهذه فيها رخصة، وهو المفتى به أن المسح مجزئ. واضح المسألة؟ كثير من الناس يكون له بالذات الجروح التي عليها حروق، نقول لو استطعت مسحها كفاك عن التيمم ولا يلزمك التيمم، فإن أتيت بالتيمم جاز لك.